السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم بفضل الله وبعوني غادي نقدم لكم واحد الطبق المعروف جدا في الشرق، ويعني حتى هنا في المغرب يا تبارك الله، راه الشاورما كيعرفوها كاع الناس، ولاو المحلات كاع دايرينها ومعلقينها وسميتو. يعني غادي نوريها لكم بطريقة من أروع ما يكون، يعني بعطريه ديالنا حنا ديال المغرب. ما غاديش ندير فيها دوك العطريه ديال الشاورما اللي يعني كتجي قاصحه وكتجي سميتو، عطريه زوينين وشاورما رائعه. جربوها بهذه الطريقه ديالي وان شاء الله غادي تعجبكم. غادي خصنا في هذه الشاورما ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم، انا غندير واحد 2 كيلو ديال اللحم، واللحم كنقطعوه شرائط، كيتقطع شرائط بحال هكا، كنقطعوا شرائط رقاق باش يجينا سهل في الطياب. ملي كنقطعوا شرائط بحال هكا كيطيب مزيان وكيجي رائع في الطياب ديالو. يعني 2 كيلو كل واحد غادي يدير على حساب العائله ديالو، اللي عنده 4 الناس راه يمكن يدير غير نص كيلو ديال الشاورما، يعني الانسان على حساب القدره ديالو على حساب الدار ديالو شحال فيها ديال الناس. عندك الضيفان يمكن لك ديري كثره بحال هكا، ما عندك شيء يعني شوفوا غير المقادير وشوفوا المواد اللي درت وديروها بهذه الطريقه، وان شاء الله الرحمن الرحيم راه غادي توفق معكم وتجي جيده ان شاء الله. كيما قلت لكم درت 2 كيلو ديال اللحم، هنا واحد الفلفله كبيره، فلفله حلوه، واحد 2 مطيشات قطعنا لهم وحينا لهم الزريعه ونقينا لهم الجلفه والجلده الفوقانيه يعني، وكتقطع المطيشه ديالنا بحال هكا ان شاء الله. عندنا البصل قطعوا شرائط رقاق، عندنا 2 فصوص ديال الثوم، 2 ني بلوس ني موا، يعني انا ما نكثرش هاد البهارات ما نكثرهمش بزاف باش كيجيني المذاق رائع، وكان تحسي باللحم وتحسي بهذاك البهارات رائعين، ماشي كيجي داك الضغط يعني كثرت العطريه وكثرت سميتو كتجي يعني المروريه، وكيجي بزاف ديال الحوايج في المذاق وما كيكونش المذاق مزيان بحال هذيك الطريقه. حنا غادي هادو هما المواد ديالنا اللي غادي نديروا، البصل، مطيشه، الفلفله واللحم، وهنا شويه ديال الثوم، واحد 2 فصوصات ديال الثومه. اما بالنسبه للعطريه عندنا قزبور يابس معلقه كبيره، عندنا واحد معلقه صغيره ديال التحميره، عندنا شويه ديال الحر، والحر اختياري، اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش ما يديروش. شويه ديال الحر يعني الحر يعني الفلفله حاره، كنوصيكم اللي الدوله ديالو ما كياكلوش الفلفله حاره ما يديرهاش نهائيا، لان يعني كاين بعض الدراري ما كياكلوش الفلفل الحار. هنا عندنا اللي عندنا هنا القرفه، شويه ديال القرفه تقريبا واحد معلقه صغيره، هنا واحد نص معلقه ديال البزار ديال يعني البزار، عندنا الملحه تقريبا واحد 2 معالق، وعندنا سكنجبير. هادو هما العطريه اللي عندنا، وبالاضافه الى اننا قلنا لكم البزار يعني القزبور يابس. هنا غادي نديرو شويه الزيت، واحد المقدار ديال الزيت اللي تكفينا لهاد 2 كيلو ديال اللحم. يعني درت انا تقريبا الزيت راه شويه كثيره هنا، والزيت العود، والزيت العود بطبيعه الحال ماشي اي زيت اخر. هنا عندنا واحد كاس ديال الرايبي الزبادي، يعني رايبي مسوس، يعني مسوس. هنا عندنا واحد حامضه، عصير ديال الحامضه كبيره شويه. هنا عندنا شويه ديال الخل، واحد معلقه ونص ديال الخل، معلقه ونص كبيره. هنا كناخذوا هاد المكونات ديالنا كاملين كنخلطوهم، الزيت كنديروا الزيت، وكنديروا دانون يعني مسوس، كنقول مسوس، هنا كنديروا مسوس، كناخذوا العطريه ديالنا كاملين كنديروهم، وناخذوا الفلفله وهاد الشيء الاخر كنديروا، وبطبيعه الحال هادو هما المكونات اللي غنديروا ان شاء الله. الثومه ما كنديروهاش هنا، هي والبصل كنخليهم بوحدهم، لان هاد القضيه دركم اللي نصوب هاد الصوص ديالي ان شاء الله، غادي نخلط هاد المقادير وندير فيهم اللحم ديالي وندخلها للثلاجه. يمكن لكم تصوبوها اليوم، هانتوما هاد الصوص ديالنا كيجي اللون ديالها اللون ديال املو، هو هذا ولا لا؟ هذا هو اللون ديال املو، كنديروا اللون كنديروها ان شاء الله هكا، ونخلطوها باللحم ديالنا، ونخليو هاد المكونين ديالنا ارتاحوا مزيان باش ما ارتاحوا. انا كنصحكم الا غديروها للغدا يمكن لكم تصوبوها العشيه يعني في الليل، وديروها في الثلاجه ديالكم، وان شاء الله الرحمن الرحيم باش ترتاح مزيان. هنا غادي نخدم بيديا، انا كتعرفوني كنخدم بيديا ماشي، يعني غادي نخلط هاد المكونات ديالي بحال هكا،
راه كيجيو رائعين، وكيتشرب كتشرب اللحم وكتجي هائلة في المذاق ديالها. خلطوا اللحم ديالكم باش يدخلها التوابل وترتاح. الدور ديال الحامض وديال الخل كنعرفوا انه كيرطب اللحم، كيرطبها اللحم، كتجي رطبه وهشيشه. هذا هو الدور ديالها، سورتو الا درناه قبل، ماشي الا درناه مباشره وخدمنا به مباشره. يعني هاكا اللحم ديالنا كنغلفوها بشي سلوفان، ندخلوها للثلاجه ان شاء الله الرحمن الرحيم، ترتاح مزيان. يعني احسن ليله والغد ليه تصوبوا الشاورما ديالكم. نديرو شويه الزيت، غير شويه، كنديرو البصله وديك الثومه، البصله والثومه ان شاء الله. نديرو هاد البصله ديالنا حتى تدبال هي والثومه، ما كنديرو حتى حاجه اخرى، كنديرو غير البصله والثومه بوحدهم، لان العطريه ما يمكنش لينا نزيدو مازال العطريه. هنا عندنا العطريه ديالنا درناها في الشاورما اللي غنطيبو ان شاء الله، غير كنسبقو هاد البصله ديالنا. ما نكتروش الزيت، واحد المعلقه ولا معلقه تقريبا ديال الزيت. يعني البصله ديالنا تتدبل ان شاء الله، غادي نضيفو اللحم ديالنا. ها هي دبلت، يعني كنزيدو اللحم ديالنا، كنحاولو نضيفو اللحم ديالنا. ملي كتبيتو هاد اللحم ديالكم في الثلاجة كيجي هائل، كيشرب هاديك يعني عطرية، ويشرب داك القيمة اللي درنا معاه، كيجي رائع بإذن الله. هنا كنخلطو اللحم ديالنا بحال هكا، هنا اللحم ديالنا كنخلطوه مع ديك البصلة، كنخليو اللحم ديالنا باش طيب. هيا يعني غادي نخليوها ان شاء الله طيب مزيان، حتى تنشف، حتى ما يبقاش فيها. ملي طيب مزيان عاد غادي نضيفو مطيشه، وغادي نضيفو شويه الفلفله ان شاء الله، غير باش تبال معها حتى هي، ماشي غادي نطيبو ديك مطيشه وسميتو، غير غادي نخلطوها معها باش تشرب شويه من هاد لاكلاصوص ديال هذا سميتو. ان شاء الله غادي نخليو اللحم ديالنا يطيب مزيان. الشاورما ديالنا ها هي طيبه، يعني كتذوقوها كتشوفوا واش طيبه ولا ما طيباش. وان شاء الله الرحمن الرحيم، انا اللي اقترح عليكم ان الانسان اللي عنده اللحم ماشي دلعجل، ماشي خفيفه في الطياب، يمكن ليه يديرها في طنجره الضغط، باش ان شاء الله الرحمن الرحيم طيب ليه اللحم ديالو مزيان وتجي ناشفه بحال هكا. وان شاء الله كنصوب واحد لا بيشاميل، يعني كنديروها بحال الطحينه، الا ما عندكمش ديك الطحينه اللي كتباع، كان نصوبو لا بيشاميل، وكناخذو الماء ديال هاد اللحم ملي كيكون فيه الماء بزاف، كناخذو داك الماء ديال اللحم ديالنا هو اللي كنديرو ان شاء الله هذيك لا بيشاميل، باش يجينا بحال الطحينه واحسن، احسن منها. هنا كنزيد الفلفله ديالي، كنشوحها مزيان بحال هكا قبل ما نخلطها مع الخليط ديالي. اللحم ديالي راه طايبه مزيان، كنديرو الفلفله ديالنا باش غير دبال شويه، ماشي غادي نطيبوها، غير غادي ندبلوها شويه ان شاء الله. وبهاد القضيه ديال لابيشاميل، غتصوبوا لابيشاميل ديالكم، غديروا 50 غرام ديال الزبده و 50 غرام ديال سميتو ديال الطحين والملحه وشويه الزعتر، وديروهم يذوبوا قبل ما نضيفوا ليهم ان شاء الله الرحمن الرحيم الماء ديال اللحم. هذا اللحم كتلقني لنا الماء بزاف، ملي في الاول كنجمعوا داك الماء، كناخذوا داك الماء هو باش كنصوبوا ديك لا بيشاميل باش تجينا زوينه ان شاء الله. ها هي الفلفله ديالنا ان شاء الله، ها هي
كشخي كتعطينا داك المذاق ديالها، كتجي رائعة رائعة. الشاورما كتجينا رائعة، ما بغيتش نديروها. ان كاين الناس اللي كيديروا هاد الفلفلة خضراء ومطيشة خضراء، كيخلطهم معها مباشرة. يعني انا الفلفلة كنحبد، يعني ندير ليها بحال هكا شوية باش تشرب ليا، عاد كنخلطها مع الخليط ديالي بحال هكا. ها انتوما كتشوفوا، غادي نجيب دروك مطيشة ان شاء الله باش نضيفها مع الخليط ديالي. هنا كاين واحد الشاورما عجيبة 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 في المذاق ديالها. ان شاء الله كندير لبس المطيشة ديالي، مطيشة ما خليناش فيها الحبوب، كنقشروها كنخلطوا هاد الطبق ديالنا بحال هكا. مطيشة ما نخليوهاش طيب، هادي غير نخلطوها مع هاد الخليط ديالنا. ها هو، الله يجعل البركة، كنطفيو عليه. اللي عنده الطحينة يديرها أحسن، اللي ما عندوش غادير هاد الطريقة لا بشاميل ونديرو معها يعني الماء ديال اللحم. فاش طابت اللحم كتجي رائعة رائعة، كتجي أحسن من هاد الطحينة اللي قلت لكم. إن شاء الله أعطيني واحد المعلقة. هنا كناخد الخليط ديالي ديال اللحم وديال الخضار، يعني كسكروت ديالنا كيكون تبارك الله. يعني كنديرو شوية الخضار، شوية الفلفلة، شوية المطيشة باش يجي كسكروت ديالي مزيان عامر مزيان. كنقلب كسكروت ديالي بحال هكا، كنجمعو يعني كنجمعو مزيان بحال هكا هكا. يمكن لينا نخليوه بحال هكا بلا ما نديرو ليه كاع داك العود ولا شي حاجة، يعني ونزيدو شوية غير شوية ديال سميتو ديال العمارة ديالنا بحال هكا. ها هو كيجي هائل هائل هائل. كنحطوهم بحال هكا وكنستمر في هاد العملية ديالي إن شاء الله. كندير الطحينة هكا، يعني لا بشاميل، هادي درنا حل للناس اللي ما عندهمش هذيك باش ما يقلبوش عليها يصوبوا لا بشاميل ديالهم. راه كتجي هائله هائله. وكنديروا كنعمروا شويه ديال اللحم وشويه ديال الفلفله وشويه ديال المطيشه باش كيجي كسكروت ديالنا جيد ان شاء الله. كنقلب دائما، كنطوي على الجهه اللي قصيره هكا هكا هكا. هو كنحطوه مباشرة حتى كنكملو ان شاء الله. الطريقة كنغلفوه، كنجيبو شوية بهذا غير كنكوليو به بحال هكا. كنحطو الكاسكروت ديالنا في واحد طبق الكعيط فاش يشدو الانسان ويحطو قدامو ديك الساعة وياكلو ان شاء الله. مرحبا، هذا هو الساندويش ديالنا ديال الشاورما، الرائع الرائع الرائع. نتمنى يعجبكم ان شاء الله. كيعطينا 27 ساندويتش تقريبا، يعني واحد العدد كبير من الساندويتشات اللي رائعين باذن الله. ونتمنى لكم تجربوه بالطريقه اللي وريتكم، يعني ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذيك الطحينه ما عندكمش، ما كايناش في المثال، غادي ان شاء الله ديروا لا بيشاميل، واين لا بيشاميل ثقيله ماشي لا بيشاميل خفيفه. غادي بفعوات نديروا الحليب او نديروا لا كريم شانتيي، غادي نديروا الماء ديال اللحم. بطبيعة الحال اللحم ديالكم غادي يطلق شوية الماء، هذاك الماء غادي تاخدوه ديرو. إلا كان الماء كتير ديرو غير الماء بوحدو، ما كانش الماء كتير ديرو شوية الحليب وشوية الماء في لابيشاميل ديالكم إن شاء الله الرحمن الرحيم، وتجيكم بحال اللون ديال الطحينة ومذاق أروع أروع أروع. يعني هذه أول مرة كنصوب بحال هذا الشيء ديال ماشي أول مرة كنصوبها، أول مرة كندير لا بيشاميل في اللون ديال الطحينه، يعني هذاك اللون كتاخذ لينا اللون ديال الطحينه وتعطينا مذاق اروع من الطحينه. جربنا الطحينه هذه اروع منها ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله نتمنى لكم تشجعوا تشاركوا في القناه ديالنا. مشاركه يعني اشتراك، يعني اشتراك اشتراك هو تشاركوا في القناه ديالنا باش القناه ديالنا توصل لواحد المستوى عالي ان شاء الله بفضل الله وبعون الله وبفضلكم ايضا ويعني بمساعدتكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.